اليوم في إطار توقيع الاتفاقية شراكة وتعاون بين الجامعة المغربية الجامعة الملكية المغربية لسباق الدراجات والجامعة الفرنسية للدراجات، وهذه الاتفاقية أولا هو اعتراف ضمني بالحجم ديال العمل كتقوم به الجامعة الملكية المغربية للدراجات لا في التأطير ولا في كذلك مكانتها إفريقيا. احنا المراد من الاتفاقية هو على أن نستفد من الخبرة والتجربة ديال فرنسا، لا في مستوى تكوين المدربين ولا تكوين الحكام ولا توسيع القاعدة الممارسة، وكذلك مهم جدا في إطار سواء إطار التنافس مسابقات وكذا، ولكن كذلك في إطار اعتبار على أن الدراجة هي رياضة للصحة، وهذا غادي يساهم كذلك توسيع القاعدة، وهذا توسيع القاعدة عبر هذه الشراكات إن شاء الله الرحمن الرحيم غادي نوسع القاعدة أكثر، وكذلك باش نطور طواف المغرب اللي هو تراث مغربي واللي إذا استفدنا التجربة الفرنسية يمكن نقلوه من المرحلة اللي هو فيه المرحلة أحسن. بالنسبه للتور دو سحارة اللي كيكون شي، هي عندنا شالنج الصحراء اللي غادي ان شاء الله نديرو في هذه السنه ان شاء الله الرحمن الرحيم. احنا في اتفاق مع الجامعه على التوقيت وعلى الفرق المشاركه، وغادي نعلنوا عنه في غضون 10 ايام ان شاء الله على الموعد الحقيقي ديالو. الداخله احنا كنا دابا مرحله في الداخله، ولكن باش نديروا الداخله العيره 600 كيلومتر صعيبه بزاف على الدراجين، ولكن احنا الحمد لله كنديروا فيها اربعه المراحل، هذه المره غنزيدوا المرحله الخامسه، وانتظروا على السنه القادمه طواف المغرب يدوم العيون.